السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد ننقله إليكم في هذه الحلقة من مساء الأربعاء تحت الضوء. التاريخ يحفظ حقيقة أصحاب المشاريع الكبيرة وأصحاب الكلمة الصادقة وأصحاب الفعل الحسن وأصحاب النفوس الأبية والقلوب الكبيرة التي تأبى أن تزهق الأرواح وهم يعيشون معها، وأن تسيل الدماء وهم يرونها. أصحاب التاريخ يحفظ كذلك أصحاب الأفعال السيئة الكبيرة التي أساءت إلى التاريخ، فأولئك يذكرون بالفعل الحسن وأولئك يذكرون بالفعل السيء، فأولئك يدعى لهم وأولئك يدعى عليهم. يفصلنا عن الحوار الوطني أيام يسيرة، مجرد أيام يسيرة جدا، وتشهد حقيقة هذه الأيام إلى الوصول الحوار الوطني مجموعة من التحركات والتصريحات والانقطاعات الكهربائية. قلت للسادة المشاهدين عبر الفيسبوك وتويتر أنني في هذه الحلقة سأقابل الأستاذ محمد غالب أحمد، فقال البعض ولماذا اخترتموه بالتحديد هذه الليلة عندما علمتم أن التيارات الكهربائية انقطعت في هذه الأيام تحديدا. انقطاع التيارات الكهربائية، إقلاق آمنين، إقلاق الأمن، مجموعة من التحركات، هل هي رسالة؟ إن كانت رسالة فهي رسالة حقيقة رخيصة ورسالة دنيئة تنم عن نفوس ضيقة، نفوس لا تحمل هم هذا الوطن، تريد أن توصل وترفع سقف مطالب معينة لكن على أكتافي وعلى ظهوري وعلى مصالح هذا الشعب المسكين الأبي، هذا الشعب الذي يرتح تحت مظالم حقيقة عشعشت وطالت فترات طويلة جدا. أقول لهؤلاء يعني كم لكم من هذه الدعوات التي ستجدونها من كثير من أبناء هذا الوطن. هذا البرنامج حقيقة يسلط الضوء على مجموعة من القضايا، وهو برنامج أنا أقول هو نخبوي يقابل الناس الذين لديهم مشاريع الذين سيذكرهم التاريخ. أنا حقيقة أقولها بصدق، لن أقابل في هذا البرنامج لن أقابل شخص لا يقدم شيئا، إنما سيقدم السب والشتم واللعن ومجرد فقاعات صابونية ولا يقدم شيء نستطيع أن نلملم به الناس. أنا يتصل بي حقيقة كثير ما بين أكاديميين وجامعيين و وناس نخبويين في المجتمع، لكن نخبويين من طرف من جهة معينة ويودون المشاركة معي. أنا لا أقول أني أعتذر لهم، بل أحيانا لا أرد عليهم، ولا أريد حقيقة أن أزعج مسامعكم ولا أن أؤثر على عيونكم باستضافة بعضهم، وأظن رسالتي وصلت لمن يعرفون ماذا أقصد بذلك. باسمكم جميعا يسعدني في هذه الحلقة أن أستضيف رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالحزب الاشتراكي اليمني، لمن له كلمة ينتظرها الكثير، يسمعها الكثير، يحللها الكثير، تنم عن نفس. أنا لا أريد أن أمدحه أمامه، لكن الكل حقيقة يقول ذلك ويثني عليه خيرا، الأستاذ محمد غالب أحمد. حياكم الله محمد. مرحبا، أهلا وسهلا أستاذي الكريم. دعني أبدأ معك من 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 صدر ضيق قليل ونفس متألمة كثير. مخاطر، أنا أشعر بذلك يقول البعض، أنا أشعر حقيقة بمخاطر تنم عن تشتت، تنم عن تشرذم، أنا خايف من التفرق، أسمع عن قبل أيام ما يسمى بالحراك التهامي، أسمع عن عدن للعدنيين، أسمع من ينادي حضرموت للحضارم، أسمع من يقول يافع اليافعيين، أسمع من يقول يا شماليين، وأسمع من يقول يا جنوبيين، يا شمال يا جنوب، يا سامحني سأقول ذلك، من يقول يا دحابشة ومن يقول يا حراكيش ويا حراكي. أنا قلق، هل أنت قلق؟ لا، أنا لست قلق. طمني، خليني أبدأ من حق الدحابش. في 30 نوفمبر 89 كنا، وهذه أول مرة تعلن، كنا في منزل الأخ شعفل العمر علي وفدي الشمال والجنوب في عدن. عام كم؟ 30 نوفمبر 89. وقع الاتفاق في عدن، وجاء مسلسل دحباش أول حلقة، ودحباش يأخذ الدفاتر والأقلام حق زوجته ويروح يبيعها ويشتري قات، تمام، ويغالطها بمحول أمية ويعمل أشياء من قلعبة ويطلع فوق السيكل والصندوق فوقه ويمشي عكس مع فأنا قلت للدكتور محمد الكباب اللي هو أنا أصبحت بعد فترة كان وزير شباب في الشمال وأنا مسؤول الشباب في الجنوب،
قلت رجاء اتصلوا بالرئيس علي عبد الله صالح يوقفوا هذا، لانها ستصبط في اذهان الناس في الجنوب. فعلا شرع يتصل، وكان احد الاخوه لا داعي اذكر اسمه قال له قدك تشتغل معهم من الان، ومنعوها، ومن ذيك اليوم صبطت. وانت تشتغل معهم؟ يقول للكباب انت تشتغل مع الجنوبيين او من هذا حقنا العقد اللي كان. ومن حينها صبطت حق دحباش انها مغالطه، تمام، ان المساله هذه مغالطه وانتشرت في اليمن شمال وجنوب، وليست اصبحت يعني مساله شماليه، لكن لو كان اغلق ذيك اليوم ما كانش موجود هذه. على كل حال يعني هذه الاصوات عندما يجي الحراك التهامي ليست غريبه، يعني التهاميين اول من ظلموا في اليمن قاتلوا الزرانيق 20 سنه الامام يحيى، وتحولوا الى يعني مهانين كرامتهم من حقهم. اما هذه العبارات فهي لا تنم عن واقع، يعني عدن للعدنيين، يعني ليست عدن بصراحه نحن جعثناها يعني كلنا، يعني جاءت الحرب وقلعبت الناس فيها، والحراك الجنوبي بدا في عدن واحتضنته عدن مثل ما احتضنت الفدائيين حق الجبهه القوميه وجبهه التحرير، يخبئوهم في البيوت يعالجوا المرضى ويسعفوا الجرحى من الحراك السلمي، وجاء بعض الأصوات النشاز يهينوا عدن ويقلوا أدبهم نحو عدن. ولكن مع ذلك كله يعني خلي الناس يتكلموا ما فيش فيها مشكلة يعني. لكن الكلام بهذه الألقاب ترى أنه يخدم القضية؟ لا مش قضية يخدم القضية، خلي الناس يتكلموا، بدل ما طالما أن الناس طرحوا 60 مليون بندقية في البيوت وأصبحوا يتكلموا كلام، يعني مسألة مطمئنة. لكن استاذ محمد انا 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 حقيقه يعني انت اعطيتني رساله تطمين، تطمين عندما تقول انت مش قلق وانك مطمئن وكذا. لكن البعض عندما يقول، وقد يغضب هذا بعض الساده المشاهدين، يعني البعض يقول هل فعلا انت يعني ترى ان القضيه هي قضيه كلمه فقط، ما تجاوزناها الى قضيه دم، قضيه سلاح؟ يعني هل في بعض يلعب في المنتصف بصراحه بالسلاح حتى يسيء الى الحراك السلمي فيقال حراك مسلح؟ اللاعبين في الجنوب كثير، والحزب الاشتراكي اليمني نبه منذ وقت مبكر من عدم الانجرار الى مربع العنف. لاعبين كثر، لاعبين موجودين واسماءهم ورتبهم ومواقفهم ورواتبهم ومصروفهم من النظام السابق، من اعلى درجات النظام السابق موجودين، وفي قوى اخرى تلعب في الجنوب وتشتغل في السلاح. اما الحراك السلمي فهو الضحيه القتلى منه، وهذا للمجرمين والقتلة ولا يمتسك أي واحد منهم، ولذلك هذا ليس له دخل بالحراك السلمي. هناك نوايا سيئة لكلفتة هذا الحراك وإظهار وجه أغبر آخر لكي تروح هذه الريحة العطرة التي خلقت منها الثورة الشبابية السلمية. طبعا الثورة الشبابية عملت كل القوى السياسية لتجنيبها مسار العنف ونجحت، لكن في الجنوب دخل لاعبين كثر، وأنا متأكد أنه الآن بدأت في صحوة لدى الشباب في الجنوب وبدأوا يتنبهوا لهذا الخطر. يتنبهوا لماذا؟ لخطر العنف والانجرار نحو استخدام العنف والسلاح. أستاذ محمد أنا أعرفك صريح وأنا التقيت بك عدة مرات في هذه البرامج التي أنا وأنت نحاول أن نقدم بها رسالة. هل في عامل خارجي يلعب؟ طبعا كيف يلعبوا الناس لما يحصلوا أي واحد يسيب قربته بلا شارح تلعب بها الرباح. ولذلك أرباح كثيرة تلعب. أرباح كثير عند الجنوب ترك للحكم العسكري وللنهب والنهابين، كل النهابين حق اللي كانوا يظلموا الناس في الشمال كلهم تصدروا إلى الجنوب. مش نقول أنه الجنوب ملائكة، التقوا الحرامين حق الجنوب وحق الشمال مع بعض، وترك الجنوب. يمكن بالفترة الأخيرة بدأت يعني العناية والاهتمام، ولا جيش بكامله. هل سمعت أنت أحد من قادة الجيش حمل سلاح في الحراك السلمي يا عزيزي؟ أين ذهبوا؟ في الشارع مع الحراك السلمي وفي التاكسيات، لكنهم لا يستخدموا العنف. انا اعرف وانت تعرف اسماء كبيره جدا واسماء لها ثقل كبير، يعني اسماء يعني اتسمت بالعقل والنضج وما الى ذلك. يقول البعض هذه الاسماء توارت على الانظار ولا يعلم اين هي ولا يدري اي موقفها، وظهرت اسماء جديده في الساحه في الواقع الموجود، اسماء حقيقه لم يكن لها ذلك الثقل وذلك الظهور، وتنادي حقيقه مشاريع كبيره يعني تتصادم احيانا مع الاراده الشعبيه. هل انت مع هذه القراءه؟ هذا لما تواروش، يعني عمود الفقري للحراك السلمي هو المتقاعدين، هم القاده الكبار الذين الان يعني يشتغلوا يعني يلا من اجل قوه يومهم،
والأصوات العالية هي نوعين، صوت الشباب هذا المتحمس اللي يشعر بقهر أهله وأبوه، وصوت المزايدين اللي يرفعوا السقوف إلى أعلى سواء في الداخل أو الخارج. خليني في المزايدين هذولا. هذولا اللي يرفعوا السقوف، يعني فرق، أنا سياسي، فرق بيني وبين مقدم برنامج ما يطلبه المستمعون. اللي يقدم برنامج ما يطلبه المستمعون لازم يرضي المستمعين، ولا ما بيقبلوش الناس. حتى لو طلبوا أغنية تذكره يوم قتل أبوه أو يوم طلق زوجته، يعني أو المغني عدوه الشخصي مضطر يجيب هذه الأغنية للفنان الفلاني لإرضاء المشاهد. أما القائد السياسي عليه أن يكون واضح مع الناس ويقول لهم بالخطأ. يعني كأنك صح. تقول هنالك من هم مزايدين أو من هم من تقودهم، تقودهم الناس والمستمعون، وهنالك قادة يقودون الناس. لا، نحن في الحزب الاشتراكي اليمني لسنا من هذا النوع، نحن نصارح الناس ونقبل لعنهم وشتمهم، ولكننا نقول لهم الصح. سامحني يا أستاذ محمد، أنتم في الحزب الاشتراكي اليمني البعض يقول هكذا، وأنا سأهاجمكم قليلا، أنكم خذلتم القضية. أنتم في عام 2007 خرجتم وقلتم، قررتم عدم التدخل في الحراك وتركتموه، يعني وخروجكم ذلك، وأنت تقول بالنص، تقول أنت ما بين الحزب الاشتراكي وما بين الشعب في الجنوب مثل الحبل السري الذي بين الأم وابنها، حبل متين وقوي من ذلك. الأم هذه عقت ابنها وتركت ابنها من 2007، وقلتم لن نشارك في هذا الحراك الموجود، رغم أنك أنت شخصيا قلت في اللقاء الأخير في إحدى القنوات، قلت أنا لو كنت في الجنوب لشاركت مع هذا الحراك السلمي. لكنكم كحزب في 2007 تركتم الساحة، فاعتلى الساحة من تقول عنهم مزايدون، ومن تقول عنهم ناس مساكين، ومن تقول عنهم ما يطلبه المستمعون. هل أنتم نادمون على خروجكم وعدم مشاركتكم من 2007 وتركتم الساحة خالية؟ لأن هذا قرار اتخذنا في قيادة الحزب، وأعلنها الأمين العام الدكتور ياسين سعيد نعمان، قال دعوا الحراك يختار قياداته، دعوه يختار من داخله. لكن أن نكون نحن أوصياء على الجنوب، وإحنا كنا متهمين بأننا أوصياء على الجنوب، فالأمين العام في أول محاضرة له في الضالع قال المرحلة طويلة وفيها صعوبات، عليكم أن تكونوا حذرين في التصرف، ونحن لن نعطيكم أوامر. فكثير من مناضلين إلى الآن غالبية الشهداء هم من الاشتراكي، حتى الآن كثير من الشباب والنشطاء من الاشتراكي، لكن قلنا لن نتدخل في هذا. والذي تدخلوا وفرضوا أنفسهم كزعماء وأوامر واستغلوا حاجة الناس والجوع وحاجة الفعاليات هم سيندموا على هذا الدخول، لأنهم دخلوا عنوة، دخلوا يقول لك أنا القائد حقك. لأنك أنت في الحزب الاشتراكي تركته. خليه يا أخي يلعب، أنا مش رايح ألعب بدماء الناس ولا بتضحياتهم ولا بألمهم وجرحهم. وهل يرضيكم الواقع الآن؟ بإيش؟ الواقع الموجود الآن تراضين عنه؟ نحن لسنا مسؤولين، نحن الآن. كيف مش مسؤولين؟ أنت تقول أنت الأم التي تربط. لا، قلت عندما يضرب الحزب تضعف القضية، لأنه أول ما جاءوا هذول الزعماء قالوا أول حاجة علي عبد الله صالح قال لهم اضربوا الحزب، وهم جاءوا قالوا اضربوا الحزب، جاءوا علينا. كل ما ضربنا كل ما ضعفت القضية. بس تمام؟ أنت تقول قاعدتك قوية، أنت علاقتك بشعبك كعلاقة الأم بولدها، مهما ضربت قياداتكم تبقى أنت القوي في الساحة. نحن لسنا أقوياء، خلاص خلي الأقوياء. الذي نحن ما في معانا فلوس، باختصار ما في معانا وسائل إعلام، معانا صحيفة واحدة ومعانا اثنين بالأنترنت ومعانا 6000 ريال. اترك الزعماء هذولا يمشوا لا حيث ما يصلوا، وبعدين يشوفوا الصور حقهم هذه اللي يرفعوها، هل عربة ترتفع مرة ثانية؟ لذلك نحن قلنا نهرب، لأن عندنا شعور أن في لاعبين كثر بيدخلوا. يا أخي ضابط يجي في الأمن القومي وضابط في الجيش يهتفل تحرير الجنوب والشباب حق الحراك مش عارفينه، أحسن لنا نهرب ونخليهم هذول اللاعبين يترادعوا، وبعدين بتظهر الحقيقة. بس شعبكم الضحية. ما شو ضحية، العيب علينا لو ودينا. نحن عندنا قرار أن لا نساهم في أن يسير الجنوب نحو الهاوية. ولماذا لا توضحوا ذلك للناس؟ نحن نوضح قدر ما نستطيع. ليش ما قلتم للناس نحن حقيقة سنترك الساحة، ليس هربا بقدر ما هو نرى أن المصلحة تقتضي هذا، لأننا لدينا بعض المبررات. إيش من مبررات يا أخي؟ كلنا تعرضنا الاغتيال داخلنا من 94 وإلى اليوم، ومحاولات الاغتيال ورانا. الحين نحن جالسين مخزنين. روح شوف كل اللي يقتلوا كلهم اشتراكيين. لماذا؟ لأنهم يعملوا في النضال السلمي اللي في الحراك، يقتلوا معظمهم مننا
من الاشتراكي، لكن قل لي انه السلطه السابقه ولا الحاليه قد مسكوا واحد من القتله الحقيقيين. ولذلك عندما يقتل مناضل بالحراك السلمي يعرف انه شيئين، اما انه بالحزب الاشتراكي اليمني او انه مستقل. قلت دعوا الناس يختارون قياداتهم بانفسهم بعد ما خرجتم انتم من الساحه من عام 2007 وما الى ذلك، هذه الشباب وهذه الحراك اختار قيادات، انتم راضون عن هذه القيادات؟ هم يعالجوا مشكلتهم لانفسهم، يعني يعالجوا مشكلتهم لانفسهم، احنا نعاني ايضا، حتى في ناس دخلوا الى الحراك ومشوا في الحراك، يعني واحد عنده رتبه نائب رئيس المجلس الاعلى للحراك السلمي طلع ويعمل علينا فتوى في سبتمبر 2011 او 12، سيبيدنا كلنا، سيبيد الحزب الاشتراكي اليمني. ليش؟ قال سيقتلهم كلهم هذا الشيوعي. وفي 13 وفي اكتوبر ينشر في صحيفه الوسط اسماء الذي ممكن يغتالهم شنقا، عادوا مش يشتي بالرصاص، لا شنقا، يعني دكتور ياسين سعيد نعمان، محمد غالب احمد، علي صالح عباد مقبل، ابو بكر باذيب، انيس حسن يحيى، شنقا عادوا، وهو عضو مجلس الشورى، وهذا دخل من الذي اخترقوا الحراك. لاحظ انت، يعني هل افهم من كلامك ان الحراك مخترق؟ الحراك مخترق وهم معترفين انه مخترق. ولذلك انا لما اقول لك عندي شعور ان في صحوه لدى الحراك، الاصوات كلها الان في الجنوب تقول لك نرفض العنف، هذا تطور ايجابي، عرفوا ان في اشرار دخلوا وفي ناس بوعي او بدون وعي يريدوا ان يخربوا هذه الصوره الجميله في الوطن العربي، اول ثوره سلميه. نعم، لكن طبعا للساده المشاهدين اذكر فقط لمن اراد المشاركه معي، مشاركات محدوده جدا وما يثري القضيه حقيقه. انا اقولها لكم عبر الهواء لمن سيشارك معي، ان كان فقط سيدخل باب المهاترات او اي لفظ فيه لفظ شتم او شيء من هذا القبيل، انا اقول للمخرج الان سيقطع التليفون مباشره، لاننا هنا نناقش قضايا لمصلحه الوطن وليست قضيه شتائم او تصفيات مع ضيف او غير ذلك. لا اسمح بالتهجم على ضيف من ضيوفي، لا اسمح بالتهجم على اي طرف من الاطراف، اما انا بالنسبه لي قولوا ما شئتم، فلست يعني صاح طرف من اطراف في هذه القضيه. التليفون ظاهر على الشاشه لمن اراد المشاركه معنا. استاذ محمد، البعض يقول انتم مثلا يعني في 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 في, في 21 لم يكن لكم موقف، تركتم الساحه حتى في الاحداث الاخيره في 21. 21 اول حزب عمل بيان رسمي هو الحزب الاشتراكي اليمني، وحمل السلطه لانها هي مسؤوله عن حياه الناس بشكل رئيسي، انها هي مسؤوله عن حمايه الناس، ثم ادان الاطراف التي استخدمت العنف يعني مستغلة ما حصل في 21، وأيضا في الهجمات على مقرات حزب الإصلاح، مع أنه نحن ما بكيناش على مقراتنا كلها، واعتبر أن هذه الأطراف الذين يستخدموا العنف يعني تحت اسم الحراك ليس لهم مشروع وليس لهم قضية، وإنما قضية غرضهم هو الفوضى. هذه كانت نقطة رئيسية. وأيضا طرح أن هناك أفكار شيطانية في الفترة الأخيرة صدرت للتحريض داخل الحراك السلمي الجنوبي، وعليها أن تتحمل مسؤوليتها، وطالبنا بتحقيق شفاف يعني محايد لمعرفة من وراء ما حصل، لأنه في قضايا يعني مش معروفة، أن في عسكريين يلبسوا أعلام الجنوب وهم ضباط ويخرجوا بالأسلحة والرشاشات ومسكوهم من أحد الألوية موجودة، فكنا الحزب الأول حزب هو الذي أدان هذا الباب. أنت في مقابلة من المقابلات ذكرت أن 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 تاريخ القضية الجنوبية ينقسم إلى ثلاثة مراحل، من عهد الاستقلال وتجميع السلطنات تحت دولة واحدة إلى 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 عام إلى عام 90 مرحلة، ثم قلت من 90 من تحقيق الوحدة إلى 94 مرحلة، ثم قلت المرحلة الثالثة من 94 إلى الآن مرحلة. خلال هذه المرحلة اللي نحن فيها الآن، دعني من الماضي قليلا، وإن كنت إن أنا أتمنى أن أبحر في الماضي لأنك يعني قادر أن تقرأ لي الماضي، لكن حتى نستدرك الوقت، هذه المرحلة ظهر لنا ما يسمى بشيء اسمه، يعني أنا أعرف حاجة اسمها جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، لكن ظهر لي شيء اسمه الجنوب العربي، أقولها بصدق يعني، ثقفني أنا، ما معنى الجنوب العربي؟ أولا مش أنا الذي قلت ثلاث مراحل، هذه محاضرة للدكتور ياسين سعيد نعمان في 2008، قال إلى الخمسينات ما فيش حاجة كان اسمها جنوب عربي، كانت سلطنات ومشيخات وكيانات، حتى بريطانيا عندما جاءت
سمت محمية عدن الغربية التي تضم عدن وتضم من شبوة إلى مناطق الضالة، ومحمية عدن الشرقية التي هي حضرموت والمهرة. فبدأ المثقفين الوطنيين، وكان أول واحد دعا لها من الخمسينات هو الفقيه عبد الله باذيب بصحيفة الطليعة من تعز، دعا إلى يمن ديمقراطي موحد، تمام، بصحيفة الطليعة. هو هنا بدأوا يسموا الجنوب، وجاءت الجبهة القومية للتحرير جنوب اليمن المحتل، ثم جبهة التحرير جنوب اليمن المحتل. استمرت هذه المرحلة اللي طلع فيها هذا الاسم إلى الاستقلال وتوحيد السلطنات، وهذه في دولة يعني جنوب اليمن المحتل. أيوة هذا المسمى. أيوة هذا نشأ في مرحلة المطالبة في الخمسينات والثورة. بدأوا مناضل من بدأوا، وكانت يعني كان كلهم يمثلوا مشيخات وسلطنات وقبائل. وميزة الجبهة القومية أنها ضمت رؤوس القبائل في الجنوب. لكن ما في حاجة اسمها جنوب عربي. أنا أعرف في التاريخ الجنوب العربي من سواحل عمان إلى باب المندب، اليمن كلها اسمها جنوب عربي. وأتحدى أي واحد الآن يقع، كبير صغير رئيس زعيم، يقول لي غير هذا الكلام. طيب في واحد يبغى يسألك سؤال، اسمه نبيل، الأخ نبيل القاسمي حول الحزب الاشتراكي. أخي نبيل. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي نبيل، ضع سؤالك. كيفك يا أستاذ؟ حياك الله، تفضل. لو سمحت، في عندي سؤال حابب أسأل الضيف. يعني من شأن المعارضة اللي كانت ضمن الحزب الاشتراكي في الخارج، هل لا زالت ضمن الحزب ولا زالت لهم سلطة وكلمة فيه؟ جميل، أشكرك أخي نبيل. يعني قيادات الخارج، ما أدري إذا في معي اتصال آخر. أخي عبد الله. طيب أنا سأعود إلى سؤال الأخ الضيف. الضيف يقول علي سالم البيض حيدر هم. ما قالش علي سالم. أنا قلت علي سالم البيض وحيدر هم في الحزب الاشتراكي الذي سووا لهم أحزاب جديدة. هل هؤلاء ما زالوا ضمن الحزب الاشتراكي؟ يعني هل ما زال لكم ماذا؟ لكن قبل هذا الإجابة على هذا السؤال، الجنوب العربي، يعني علي سالم البيض يقول أن الجنوب العربي يمنيين وغير يمنيين، فصل لي هذه. هو يقول ما يشتي، أنا ماشي لي دخل إيش يقول علي سالم البيض، لأني مش مسؤول عنه، ولا هو في الحزب الاشتراكي اليمني الآن، بطل. هو من 2009 ليس في الحزب الاشتراكي، من 2009 بطل حبيبي، مشو معانا. يعني فصلتوه ولا استقال؟ فصلناه، هو فصلنا. هذه إجابة الأخ نبيل. يعني إجابة الأخ نبيل، يعني علي سالم البيض استقال ولا فصل؟ ماشي، نحن دارين. أول ما خرج من 2009 علي عبد الله صالح يلطمنا من هنا، وخرج يلطمنا من هنا، وإحنا نحبه، ما حد داري ما وقع به. طيب بس انا كمواطن مطلع عادي، هل هو ما زلت يعني في الحزب ولا يعني هل في ادبيات بينكم؟ اولا نحن في الحزب الاشتراكي اليمني من 94، من الدوره الاستثنائيه في سبتمبر 1994، هذا الدم يسفك برئاسه المناضل علي صالح عباد مقبل، اتخذنا قرار بالعمل من الداخل، ودعينا اعضائنا في الخارج ان يعودوا حتى الى السجون، وعادوا كثير من القاده وسجنوا وحصلوا. ولهذا اي نشاط خارجي عندنا منظمات حزبيه في غير الوطن العربي، في امريكا وبريطانيا وفي الصين، في كل مكان. ولدينا اعضاء لجنه مركزيه موجودين ومعترفين انهم اعضاء لجنه مركزيه ونحترمهم. لكن بالنسبة للأسماء اللي ذكرتها، نحن نحترمهم ونحبهم. على رؤوسنا علي سالم البيض، رجل الوحدة الأول وأمين عام الحزب الاشتراكي اليمني، لكنه بطل الحزب. الأخ حيدر أبو بكر العطاس أعلن في مقابلة مع قناة الجزيرة قال أنه لم يكن يوم من الأيام اشتراكي، وأنا كما أعرف وأنا طالب أنه من يوم ولد أنه اشتراكي، ولذلك هم يتصرفوا كمستقلين. لماذا لم يظهر لكم موقف انتم في الحزب من هؤلاء الذين يقول لك انا مش اشتراكي ولا اخر هذا؟ لو محترمين عادهم، ما شتمهوناش. في ناس يعتبرون احنا كلاب وخونه وعملاء، عادوا يعني حيدر العطاس وعلي سالم البيض مهذبين. لم نرد على اي واحد من الذي يشتمونا ويسبونا ان احنا عملاء، وكثير من اللي يسبونا ان احنا عملاء كانوا يظلوا في مكتب الامن القومي هنا في صنعاء. طيب جميل، على حزب لكن انا اقصد لماذا لكم انتم في الحزب الاشتراكي؟ لانكم حزب قائم ولكم اجتماعات دوريه ولكم مؤتمر ولكم كذا ولكم لجنه مركزيه، ليش ما اتخذتم موقف من هؤلاء الذين هم ما زالوا يعني يتكلمون باسم الحزب؟ من هم؟ ما حد يتكلم باسم الحزب. يقول يعني لم يمتوا لصله بالحزب، علي سالم، حيدر ابو بكر العطاس وغيرهم. حيدر العطاس يتكلم كسياسي نفسه، ليس كحزب. يعني ارائهم لا تترك لكم بصلة. الأخ علي سالم البيض يتكلم بصفته رئيس، أنا أجي ناطح رئيس، كم بناطح؟ علي عبد الصالح رئيس هنا. وتعترف به كرئيس؟ ها؟ تعترف به كرئيس؟ ما طلبش مننا الاعتراف، هو طلب من بن عمر.
أخي عبد الله، أنا أتمنى لو تجمع لي الاتصالات كذا كلها مع بعض، لأنه صعب أنني حقيقة أخذ اتصال حتى لا أزال. طيب أستاذ الكريم، يعني هذه الفصائل، يعني أنت تقول هذه الحراك السلمي الموجود يختار له قيادته، يعني وتركتموه أنتم لاختيار القيادات، لكن الواقع أتوقع أنه خلاف ما أنتم تكهنتم به للمستقبل. أنتم في 2007 قلتوا دعوهم حتى تنضج الفكرة، أنا أذكر محاضرة للدكتور ياسين سعيد النعمان يقول دعوهم حتى تتبربر الأفكار وتنضج الفكرة، لكن الفكرة لم تنضج ولم تتبربر الأفكار إلا بظهور أكثر من 20-25 فصيل وأكثر واتهامات بعضها مع بعض. أنا يأتيني اتصالات في اليوم بالهبل، واحد يقول أنا من الائتلاف الكذا، واحد يقول نحن ائتلاف أبناء كذا، واحد يقول نحن كوننا فصيل كذا، يعني ائتلافات في الداخل وفي الخارج وما إلى ذلك، يعني وعقدوا مجموعة اجتماعات وأنت تعرف ذلك، اجتمعوا في القاهرة، اجتمعوا الآن في دبي، اجتمعوا في مجموعة حتى يجمعوا كلمتهم، اجتمعوا في الرياض كذلك ولم تجمع كلمتهم، بينما أنتم حتى هنا في اللقاء المشترك اجتمعتم الأطراف المتناقضة المتباينة، الاشتراكي في الطرف والإسلامي في الطرف والحوثي في الطرف، يعني هذا مش مخيف القضية؟ أولا شوف، أنا دعني أقول مثل ما قلت في مقابلة سابقة عن الثورة الشبابية هنا، أني أقبل أقدام كل شباب العراق السلمي والشهداء وأسرهم، هذول الذي رفعوا روسنا ومنهم ولدت الثورة الشبابية. أنا لا أتكلم عن الذي جاءوا يركبوا يعني باسم الشهداء هؤلاء، تمام؟ ولذلك يعني نحن عندما قلنا نبتعد الآن نطالب كل الذي صلحوا أنفسهم زعماء وقيادات يحترموا أنفسهم، يخلوا هذول الشباب المناضلين يعني يعيدوا بناء أنفسهم، ونحن ندعو 100 مرة أن تعقد لقاءات جنوبية بدون تدخل أي شخص، لا حد يتدخل ولا حد يأمر ولا حد يعطي توقيات لهذول الناس، لأنه من يوم جاءت التدخلات جرح الحراك السلمي. ولذلك نقول لهم اتركوا الناس، مثل ما أنتم تركتم الجنوب أكثر من 10 سنوات أو 13 سنة وأنتم راقدين، خلوا للناس حالهم، لأن الناس قاموا وإحنا راقدين كلنا. طب هذه التجتمعات التي هم اجتمعوا طيب ولم يخرجوا بشيء؟ اجتمعوا وخرجوا بنتائج طيبة، عقد مؤتمرين في عدن وخرجوا بنتائج واختاروا قيادات، وكان شيء طيب أن يلتقوا. لكن هل هي كل القيادات التي اجتمعت في عدن؟ يعني إحنا نرحب حتى ب10% لأن هذه بادرة طيبة. لكن الانفصالات، وأحدهم يقول نظرية التشرذم ونظرية التشقق ونظرية التشتت، أو سماها نظريات متعددة، يعني اليوم هذا كان مع فصيل هذا ثم خرج، يعني بعضهم يقول مثلا باعوم كان مع البيض ثم خرج ثم عاد، بعضهم يقول كان مع فلان ثم خرج ثم عاد وكذا، محمد علي أحمد، يعني أقصد مجموعة مسميات. طيب إيش دخلنا بهم بالحزب الاشتراكي؟ ما علينا نحن اللي يتضاربوا. لكن أنا أريد قراءتك لهذا. أتكلم عن ثورة سلمية اسمها الحراك السلمي. لكن هل هؤلاء هم اللي يحركوها؟ أي نتوءات هذو الشباب هذولا؟ يعني شوف، هم مثل الديناميت. الديناميت تصلح منها طرقات، سدود، آبار، تشق فيه الجبال، تمام؟ إذا أسأت استخدامه ينفجر فيك. الحمد لله نحن لو كنا دخلنا في شؤون الحراك كان قد بطحونا من الأرض. طيب أنا سأعود إلى هذا، معي أخذ بعض الأسئلة السريعة، أرجو أن أجمعها لي الأخ المخرج سريعة حتى أضعها على ضيفي. أحمد العسائي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي. حياك أخي، أحياك أخي محمد العامري على هذا البرنامج الحلو. حياك الله. أجي أسأل الضيف حقك محمد غالب أحمد. تفضل. وموضوع الفعالية اللي قاموها حزب الأصلاح في عدن 21 فبراير، ما موقف الحزب الاشتراكي فيها؟ هو ذكر يقول أنه أصدروا بيان في ما حصل لها. أدلنا ما حصل من قتل ومن جريمة قتل واضح. يقول سمعته؟ يعني ما حصل من قتل حصل. يقول هو أدان ما حصل من قتل ومن تعدي، وقال أن هذا لا يعني غير هذا أسلوب من أساليب النظام السابق، وطلبنا من السلطة الحالية عدم استخدام الأساليب النظام السابق في قمع المناضلين السلميين، هذا هو موقفنا. سمعته أخي أحمد، أشكرك على ذلك. معي اتصال آخر أخي عبد الله. معي اتصال. أيوة، مساء الخير. مساء النور العابي، تفضل. مساء الخير يا شيخ أحمد. مهيوب، حياك الله أخي مهيوب، تفضل. احييك واحيي ضيفي الكريم الاخ محمد غالب احمد وعلى هذا البرنامج، واحيي كذلك. اهلا وسهلا مرحبا، تفضل اخي مهيب. اخي انا ادعو قياده الحزب الاشتراكي للدعوه الى الزعماء في الخارج للمشاركه في الحوار الوطني.
جميل، ما فيش معك سؤال لضيفي؟ اقول طال عمرك انا طالب قيادة الحزب الاشتراكي بالدعوة الى الاخ علي سالم البيض والاخ حيدر العطاس للحضور بمشاركة في الحوار الوطني. اشكرك على ذلك اخي مهيوب العديني. طيب يعني انا اسمع تعليقك على هذا، هل هذه الدعوة تتوقع انها ستتحقق؟ نحن ندعو اعضاء الحزب الاشتراكي اليمني موجودين، وكان اول ما دخلوا الورشه حق الحوار الوطني هم فتيات الحزب الاشتراكي اليمني من حضرموت ومن ابين ومن عدن ومن لحج ومناضلنا، وجاءوا يعني بالدبابات المبهدله. طبعا الاخرين من الاحزاب الاخرى جاءوا بسيارات وطيارات، لكن حقا الطفاره كانوا الاولين. نحن ندعي اصحابنا هذولا لهم بن عمر قد قالهم من طرف الامم المتحده، عاد نحن اكبر منه ما حد بيسمع لنا، احنا يلا نحن نسمع اصحابنا بس. استاذ محمد انا ما ادري قد يكون في اتصالات اجلها بعد ذلك. طيب استاذي انا ساخرج الى الفاصل، لكن قبل هذا الفاصل يعني احنا ما تكلمناش على قضيه الجنوب العربي، انه في السودان من الخمسينات وهم يقاتلوا زنوق السودان الوثنيين يقاتلوا تحت اسم جنوب السودان، وحتى لما عملوا دوله جنوب السودان الاكراد اللي هم قوميه صلاح الدين البطل الايوبي يسموا انفسهم كردستان العراق، المانيا الشرقيه لما خرجت عن المانيا الغربيه اسمها المانيا، وكذلك فيتنام. نحن نستغرب بصراحه هذول الفلاسفه منين جاءوا لنا بهذا الخبر؟ منين يعني سموا؟ تقصد انت الان انه ما جنوب السودان حتى لو انفصل سمي السودان في الاخير؟ حتى زمان وهم يقاتلوا ويسموا انفسهم جنوب السودان، وقد هم زنوب ليسوا عرب، وهذولا اكراد وليسوا عرب. يعني انت تخشى الذين يقولون ما اخشى، انا اقول ما وقع بعقولهم، ما وقع بهم هذا الخجاج، ما وقع بهم بس. طيب انا المهندس ابو بكر، تفضل اخي ابو بكر. الله يحييك، مساء الخير استاذ محمد. مساء النور العافيه، لان عندي فاصل سريع ارجو ان تضع سؤالك. محمد غالب حياك الله. اهلا وسهلا، تفضل ابو بكر تفضل. الله يحييك، سؤالي للاستاذ محمد غالب. نعم. شيء يعني راي الحزب الاشتراكي فيما يدور على الساحه اليمنيه بخصوص بناء الدوله الحديثه الذي سيطرح على مؤتمر الحوار الوطني. طيب جميل، اظن سمع سؤالك. نعم. أشكرك. نحن ندعو الى استعاده الدوله المغتصبه اولا، ثم الى اعاده بس ساع اصبعي هذه بس في الجنوب الدوله، لان احنا ما عرفنا في الجنوب الا الاطقم والنهب والعفاريت. ايش تقصد اعاده الدوله المغتصبه؟ ما فهمت. دوله اغتصبت بيد مجموعه معينه في اليمن وجاءت الثوره على هذا الاساس، لا زالت مغتصبه بكامل اجهزتها، نفتيها تعود بهدوء وبدايتها تتم في الجنوب حيث الجرح حيث النزيف حيث يعني. تقصد الدوله بشكل عام، اليمن دولة العام؟ بشكل عام، لكن نبدا قلنا هنيك مشان يرأوا الدوله، لان الناس ولفوا يعني يقولوا في دوله، في ضابط امن، في يعني في قانون، في نيابه، في 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 الان بدات الان اللقاءات مع المطرودين من اعمالهم، مع هذه بدا يعني الشيء بسيط من الدوله. ترى انها ايجابيه؟ أنا أعتبرها إيجابية الآن، أنه الرئيس عبد الرب منصور هادي الأسبوع الماضي قال كفى أن احنا نعطي للناس حقوقهم وقد تقاعدوا وهم خارج العمل، قال يعودوا إلى العمل، يأخذوا الاستراتيجية حقهم في العلاوات ثم يبقوا أو يروحوا. بس البعض يقول يا أستاذ الكريم أنه مصداقية الرئيس أنه تصدر من عنده قرارات من عند المكتب، ما تخرج إلى عند الباب إلا ويحرف من القرارات هذه 20%، تخرج يعني حاجة بسيطة، يعني مثلا لو أنه وجه مثلا بعشرة، الله أعلم إيش العشرة هذه، ينفذ منها رقم واحد. أنا مش عارف، الذي أعرف الآن أنه بدأت العجلة تتحرك وبدأوا الناس يشعرون. هل باقي هناك قوى في الأجهزة التنفيذية؟ ما فيش الله، هو انتخبنا بس، السرق موجودين، الفاسدين طيب، وهذا الذي وماذا سيفعل لوحده؟ لا لا، بنشتغل كلنا مع بعض يعني، بنشتغل طفاره قلت. لا لا، اقول لك بنشتغل بنفسنا الطفاره، بنشتغل. طيب انا سؤال الذي اخرج به بهذا الفاصل، يعني الرموز التي حقيقه في كلا الفترتين قبل 90 وبعد 90، رموز قائمة، وهل توجد هذه الرموز والقيادات المستهلكة، هل تملك رؤى، هل تملك مشاريع ناضجة، هل عندها يعني، وهل يمكن لهذا الشعب أن يثق في مثل هذه الرموز التي ذاق، لا أقول منها لكن خلني أقول من باب تلطيف العبارة، ذاق في زمانها المر وذاق في زمانها اللظى،
هل تمتلك رؤية واضحة ومشروع؟ وهل ما عاد أنت قلت وقال الرئيس أن العجلة إذا مشت الأمام لا تعود إلى الخلف، هل مثل هذه الرموز أن تعود إلى الأمام؟ إجابتك تكون بعد الفاصل بإذن الله تعالى. أعزائي المشاهدين أشكركم على الاتصالات وأجدكم بعد هذا الفاصل اليسير، فابقوا معي. عليكم وأهلا وسهلا بكم في حلقتنا لهذه الليلة من تحت الضوء التي أنقلها إليكم في معالجة أو في قراءة والاطلاع على القضية الجنوبية بكل أبعادها وبكل تداعياتها، مع الإسراع في عجلة الحوار الوطني، والذي حقيقة سيكون ضيفي في الأسبوع القادم يوم السبت القادم بإذن الله تعالى الأمين العام الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك للمناقشة، كونه من أبناء تلك الديار وكونه الحوار الوطني وكونها القضية الجنوبية ما مكانتها في ذلك. أكدت على قضية دعوتي في هذه الحلقة إلى كل النخبويين الذين لديهم رؤى واضحة، الذين لديهم حقيقة شيء يقدمونه. أنا حقيقة البعض يقول كنا نظنك حيادي يا أخ محمد، كنا نظنك مهني يا أخ محمد، دعوا هذا الكلام كاملا، هبوا أنني كيف ما شئتم. أنا هنا أقول هذه دعوة، من لديه كلمة يريد أن يقولها كائنا من كان بأي سقف كان، من القيادات الناضجة، من الذي سيحترم عقول الناس، من الذي يقدم شيء، أنا مستعد لاستضافته هنا، والقناة تتبنى كل المصاريف ويأتي إلى هنا لكن يقدم شيء. أحيطكم علما، تواصل معي كثير من محبين الحراك السلمي وأنا من محب الحراك السلمي في المناطق الجنوبية، وقلت لهم هذه الأسماء أنا مستعد لاستضافتها، فأرسل إلي ثلاثة من الذين حاولوا، قالوا صدقناك، قالوا والله كلهم رفضوا. ماذا أقول بعد ذلك؟ يعني هذا المجال فتح لكم، إن لم يفتح لكم مجال قلتم صدرت الأقوال، وإن فتح المجال قلتم والله يعني ما نريد، النوايا مش طيبة. واحد أكاديمي قلت له تعال تفضل، قال النية مش تمام. قلت إيش النية؟ إيش دخل النية؟ قد أرسلت لك التذاكر وحجزت لك الفندق، قال هزمتك. أين نحن من هذه العقليات؟ باسمكم جميعا أرحب بضيفي الكريم الأستاذ محمد غالب أحمد مجددا. أستاذ محمد، سألتك قبل هذا الفاصل، مع الوقت والأيام هذه الرموز الموجودة وكان الناس قد عاشوا في زمان هذه الرموز، هل يمكن أن تعود هذه الرموز أو تعود هذه الأسماء التي استهلكت؟ أو هل يمتلكون مشاريع ناضجة؟ هل يمتلكون شيء؟ أنا أحد ضيوفي كان هنا في نفس الكرسي اللي أنت عليه هنا، الأخ الدكتور محمد عبد المجيد قباطي، قال لن يعود علي سالم البيض، هكذا بالنص قال خذها عني لن يعود. أنا لا أحسود أنه دكتور، أنا ما كنت دكتور، ما أنتش دكتور. لكن هل يملكون رؤية ناضجة هؤلاء؟ أولا أنا أتحفظ على كلمة قيادات مستهلكة. صح نحن ننتقدهم لما يآذونا، نحن برضو زعلنا، نحن صبرنا من كم سنة أول مرة نبدأ نصيح، لكن هذه قيادات هزمت بريطانيا لأول مرة، الشعب اليمني يهزم عدوان أجنبي بتاريخه وهو موحد، هو الاستعمار البريطاني. طبعا لا أقصد أنا الجنوب، أنا أقصد اليمن. اليمن كل اليمن شماله وجنوبه هزم بريطانيا العظمى لأول مرة بتاريخ اليمن، وهذه القيادات إذا تقصد اللي قيادات جنوبية فهي ليست قيادات مستهلكة، هي قيادات سياسية ناضلت من أجل الوحدة اليمنية واختلفت من أجل الوحدة اليمنية، وكانوا رجالها الأوائل من علي ناصر محمد إلى علي سالم البيض إلى الزعماء السابقين من سالمين إلى عبد الفتاح إسماعيل وقحطان الشعبي وكل القيادات الشهداء يعني في 13 يناير وما بعده. ولذلك أنا لست مختص في أن ليسوا قيادات مستهلكة، لكن هل لديهم مشاريع يقدمونها؟ ما ليش دخل يعني اللي لو أنا الحزب الاشتراكي اليمني لدي مشروع، وأي إنسان سيقد طبعا أنا راح من بالي الأخ حيدر العطاس لأنه كان رئيسنا إلى 22 مايو 90، يعني صح أنا أعتب عليه
لما يقبصنا بعض الأحيان، لأنه يتابع الإنترنت والسياسي قبل لا يتابع الإنترنت. فأنا أزعل منه لأنه حبيبنا، لكنه هو قائر، كان رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية إلى 22 مايو، لذلك ليسوا مستهلكين. وإنما أنا أقول ما أقدرش أنا أعلم قياداتنا، أنا طلعت اللجنة المركزية وقدنا شيبه يعني بأربعة الكريم يعني. أقول من يحب الجنوب عليه أن يقدم شيء يساعد الناس في الجنوب أو يحترم نفسه ويسكت باختصار. ما هو الواجب عليهم أن يقدموا؟ يقدموا للناس النصح، أن لا يشجعوا على العنف ولا على تمزق الجنوب ولا على الكراهية، وكثير منهم يعملوا هذا. اللي مش قادر يعملها مثل هذه الأمور يصمت ويأخذ له تقاعد. القضية هي عادلة كما يقول البعض، لكن هل هذه القضية العادلة يعني هل هي وحدت بين الفرقاء أم زادتهم فرقة؟ لا لا، يعني وحدة الناس هي أكثر، ولكن في لاعبين كثير، في لاعبين كثير يلعبوا داخليين وخارجيين، وفي آخرين يلعبوا داخل اليمن كله، يريدوا أن يعملوا لهم تقسيم جديد ويحافظوا على مصالحهم هناك. يعني مثلا نحن نختلف داخلنا حتى في صف الثورة، يا أخي أنت مع الثورة أوكي تمام، بس الدوس سامان حق الناس اللي شليتهم في الجنوب. يا أخي 350 أسرة داخل زنجبار وحدها مطرودة في الشوارع مثل الكلاب من بعد حرب 94، من البيوت ومن الأراضي. يعني هنا نتكلم عن هذا، على الناس هذول، اتركنا من الرموز وهذا، خلينا نتكلم عن الناس اللي مش راضين لما تكلمهم على حقوق الناس اللي أخذت في الجنوب، يقول لك لا. طيب وعلى إيش نتصايحنا هنا؟ على إيش تصايحنا مع النظام السابق؟ مش على الباطل ولا على إيش؟ معي الأخ محمد صالح. هلا. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي محمد، تفضل. حياك الله. شيء أتكلم عن سام محمد غالب. تفضل هو يسمعك، تفضل. يا سام محمد غالب. تفضل. شيء وجه سؤال للسام محمد غالب أحمد، وأقول لماذا الحزب الشرقي اليمني منذ بداية حكمه في الحكم الشمولي وحتى دخول الوحدة وحتى اليوم لن يكون عند أي قائد من قادتهم الاستعداد أو الشجاعة للتقييم أخطاءات الماضي وعنان أهل الشعب ورد الاعتبار لنا اليوم؟ جميل جميل. أرى أنهم دخلوا الوحدة في عام 90 وطووا فترة الحكم الشمولي بما كان فيها من مآسي وآلام الجنوبيين نتيجة سياساتهم الطائشة والقفز على اللغة، وأدخلوا البلاد في عدة معظفات وعدة كوارث لفعها الشعب الجنوبي على مدى عدة أحداث. جميل، أنا أشكرك أخي محمد ناصر، وصلت الفكرة. واضح واضح. معي خلينا بقي من هذا. أبو صالح اليافعي، تفضل أخي أبو صالح. أولا أشكركم، أشكر هذه القناة وأشكر الأستاذ محمد غالب أحمد، ولي يعني بس كرأي للأستاذ محمد غالب عن فعلا أن الحزب الاشتراكي اليمني يمثل أكثر من 80% من قياس الحراك الجنوبي، هم طبعا من الحزب الاشتراكي اليمني، لكن الأستاذ محمد غالب أحمد يعني كرئيس دائرة الخارجية في الحزب الاشتراكي اليمني يعني إيش ما مهمة يعني حزب كامل يعني. طيب لعله انقطع التليفون، أرجو منك مع الاتصال، لكن ربما أنني فهمت الفكرة. إذا كان معي سؤال آخر، متصل آخر، أخي عبد الله. أنور محسن، أخي أنور من أبيان. أكيد أكيد أخي، أكيد معك وأنا معك كذلك، أكيدين، تفضل. حياك الله أخ محمد العامري. حياك الله، تفضل. شنو جي سأل الأخ محمد قارب أحمد؟ موجود يسمعك، تفضل. يعني بخصوص موقف الحزب من ما يحصل من؟ تفضل تفضل تفضل. طبعا هناك قيادات مثل طبعا الأخ محمد غالب والأخ عيدروس لهم مواقف شخصية غير بعض قيادات الذي هي متحفظة على ما يحصل مثل محمد صالح القباطي سعيد نعمان وغيره وغيره. يجب أن يكون الموقف هذا واضح ويحددون موقفهم. موقف الحزب تقصد أنت؟ لا لا أقصد أنهم طبعا مواقفهم طيب ومنذ بداية الأزمة الموجودة في لكن في المحافظة الجنوبية.
أسخل وكمل. بعض القيادات التي لا نرى لها. طيب إيش يعني تقصد تباين المواقف؟ طيب معي اتصال آخر أخي عبد الله. حسن الدعيس من إب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي حسن. حياك الله في الجنة. حياكم الله. أحييك وأحيي الأستاذ محمد غالب. حياك الله، تفضل أخي. هذا الرجل الوطني الغيور على وطنه. أشكرك على ذلك، تفضل تديني سؤالك. في سؤالي أقول إلى متى ستظل هذه الصراعات السياسية في الشمال وفي الجنوب في وقت الوطن المثخن بالجراح من قاداته على حساب وطن وشعب؟ جميل جدا، أتوقع أن رسالتك وصلت وسؤالك وصل، أشكرك على هذا من أجل فقط اختصار الوقت على ذلك. طيب خلاص عندي الأسئلة. آخر سؤال عمر، أخي عمر من حضرموت. أخي عمر. أيوه تفضل أخي. أقول لك يا أخي أبغى نسأل الضيف تفضل الكريم. تفضل في ألو معك تفضل أخي عمر نسمعك. يعني في الفلوس في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقا كان مكتوب عليها مؤسسة النقد للجنوب العربي. كان مكتوب عليها مؤسسة النقد للجنوب العربي. من أين أخذت هذه التسمية؟ جميل. مؤسسة النقد للجنوب العربي. مؤسسة النقد للجنوب العربي. شفت؟ يعني هذا بعدين صدرت كانت مطبوعة على جميل تفضل. كانت مطبوعة على فلوس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. صح ولا لا؟ والله ما أدري، أنا ما سألت تسأل، أنا ما أقول لك صح ولا لا ما أدري. اللي بيقول صح ولا لا أنت الأستاذ محمد. خليه يكمل السؤال. طيب كمل سؤالك تفضل. ايوه بعدين يعني صدرت طبعة ثانية في عهد اعتقد علي ناصر. مكتوب فوق مصرف اليمن. هذا هو. يعني جميل. اشكرك يعني. اخي عمر على ذلك، مجموعة من الاسئلة قد نجبلها. خلاص واضح الان. بتجاوب عليها واحد واحد وبرده من عند الاخ عمر. من الاخ عمر. هذه كانت موجودة ايام بريطانيا وموجود هذا العبارة موجودة، واجل مرحوم سيف الضالعي اول وزير يعني مالية وخارجية واتفق مع البريطانيين انه الطباعة الجديدة تتكلف كثير وبقيت على ما هي. اذا كان هذا استنادا الى انه في جنوب عربي تمام، اذا هذه الورقة تعتبرنا جنوب عربي نتكلم عن التاريخ. نتكلم عن التاريخ والتاريخ يعني المسمى ترى انت انه جنوب العربي موجود من عمان الى باب المندب، ما يحتاج طوال الحديث هذا. طيب الاخ الصراعات السياسيه حق الاخ الدعيس ما اقدرش اقول لك، يعني في خلافات سياسيه وفي ثوره ونحن نستند الى راي الثوار وراي الشعب كاملا يعني جنوبا وشمالا بعد قيام الحراك السلمي والثوره التي فتحت عيوننا نحن وعادتنا الحيويه ونعمل من اجل تحقيق اهدافها. هذا حسن أنور محسن أنا ما أفتهم ليش يقول يعني لك في تباين مواقف، يعني حبوب والدكتور عيدروس والدكتور ياسين. نحن والدكتور عيدروس والدكتور ياسين نتنفس برئة واحدة باختصار يعني، وباقي الحزب برئة متعددة. لا نحن في القيادة هو ذكر ثلاثة إنه اثنين حبوبين واثنين. يقول أنتم مواقفكم جيدة نحن، لكن ليش باقي المواقف لبقية الأعضاء؟ لا بس أنا لا أسمح أنه يقول أن الأمين العام حقي زفت وأنا حبوب، كيف باقع هذا الكلام؟ أنا وياه نشتغل بنفس واحد والدكتور عيدروس وشكرا له يعني على السؤال. طيب الاخ ابو صالح اليافع مهم مثل حزب، يعني انا ما افتهم. لا هو سؤاله يقول انه 80% من الحراك السلمي هم واضح شباب. واضح لكن يقول ما هي مهمه العلاقات الخارجيه. نحن صوت المجاني للحراك السلمي منذ قيامه، وبعض الاخوان عاد الشهيد ما عرفوش اسمه وقد هم يجمعوا تبرعات له، لكن نحن وعندنا دائرة يرأسها الدكتور محمد المخلافي عندها كل أسماء الشهداء والجرحى في كل الجنوب من الساعة الأولى اللي يحصل فيها شهيد أو جريح أو. لكن هل أنتم في الساحة موجودين معهم؟ لا أقصد أنا نحن نقوم بتعميمها على كل إلى كل منظمات الحقوقية نقوم بواجبنا. لكن في الساحات أنا علاقات خارجية مش داخلية. طب الداخلية هل الحزب موجود في أوساط هؤلاء الشباب يحرككم؟ لا حبيبي ما فيش حراك، اللي يشتي يحرك بقعة ثانية مش عندنا. التحريك مش عليكم؟ لا الحراك على ناس ثانية. هذا الأخ الذي سأل يعني محمد ناصر هو موجوع، أنا مش عارف يعني من حقه يعني. لكن في وثيقة أعدت في 89 منها 150 صفحة اعتذرت فيها قيادة الحزب الاشتراكي اليمني عن كل ما حصل منذ 67 حتى
89 لشعب الجنوب من شهداء من جرحى من أراضي من 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 اللي حصلت. وأنا أمامي هنا يعني أنا أقول كل الأخوان في الجنوب، أنا أرجو من أي شخص أن يتقدم أمام الرأي العام والقضاء ووسائل الإعلام ويقول من أول رئيس قحطان الشعبي، أول رئيس وزراء فيصل عبد اللطيف، إلى آخر رئيس حيدر العطاس، مرورا بالرئيس سالمين وعبد الفتاح إسماعيل وعلي ناصر محمد، والأمناء العامين من عبد الفتاح إسماعيل إلى الأستاذ علي سالم البيض أو أي قيادي في الحزب مدني أو عسكري، أنه شل شبر من أراضي أحد أو من بيت أحد. وأمامي هنا ما يقوله. كيف شل تقصده؟ يعني نهبوا أو اغتصبوا أو شلوا أرض أو مال أو بيوت. كان يقال قديما إذا كان واحد معاه مثلا عمارتين أو بيتين أو شيء أخذوا واحد للتأميم وأعطوه الناس. لا أنا أقصد أنا جيبوا لنا كل الآن أن في واحد من قيادات الحزب من 67 شل البيوت يعني؟ حق الناس. أيوه يعني الشارع الرئيسي حق المعلى. أنا كنت في لجنة، كنت نائب وزير المغتربين في الخارجية، وشكلت لجنة أيام الرئيس علي ناصر، وجاءوا المغتربين وتم تعويضهم على أي بيت بأرضيتين يبنوا فيها، واكتشفنا أنه معظم العمارات في الشارع المعلى لم تسدد الفلوس اللي عندها البنك في عدن. لكن هنا يقول الأمير محسن بن فضل بن علي العبدلي آخر سلاطين، آخر سلاطين لحج، هو أكاديمي خريج من أكاديميات وجامعات في بريطانيا وفي أمريكا، يتكلم هنا في مقابلة، هو يتكلم عدة لغات، قال إنه الأراضي التي تم تأميمها وهي ملك لهم عندما سلمت للمزارعين للفلاحين وجدوا إنه مكتوب في أظن مش هذه الورقة، ورقة ثانية، يعني وجدوا إنه مكتوب يعني في الأرضية الذي أعطوها للانتفاع يقول بالنسبة أما أملاكنا الشرعية المشترى من أحرار ذكر وأنثى وهي موثقة شرعا، هنا أريد أن أوضح أمرا هاما، نعم ما قبل 94 كانت أملاكنا كأملاك الغير من الأغلبية مؤممة ولكنها محفوظة في صندوق حديدي بوزارة الإسكان، شوف حتى المنتفع بها مسجلة بأسماء ملاكها الشرعيون ولم يتم الاستيلاء عليها إلا بعد حرب 94 سلمت للنافذين. يعني كانت قديمة يعني تعطى للشخص لكن لما يكتب فيها أنها ملك لفلان، تقول هذا ملك الأميرة فلانة بنت فلان سلمت. أخاف أنه بس ملك الأمراء لكن بقية الناس والمساكين والمزارعين يمكن حق الأمراء بس والمسؤولين بيت العبادة. هي سلمت للمزارعين، ما الفقراء إيش عارف بها، هي سلمت للفقراء وجاءوا الأمراء بس لأنهم أمراء فقط هؤلاء. لا ما حد كان شابع إلا الأمراء. إذن هو يقول بنفسه الأخ يتكلم على ظلم الحزب الاشتراكي. هذا يقول أنه الأراضي حتى التي أخذت حق السلطنة هي حق الناس، لكن ما هي ملكنا الشرعي حقنا، سلمت للمنتفع ويقال يحدها شرقا القربة حق الأمير فلان حق الشيخ. طيب جميل، لأن أنا عشان الوقت ببقي معي. لا هذا المهم، كيف هذا مهم، بس أنا عشان هذا المهم تسمح للناس يصبنونا إحنا ما نردش. لا حبيبي رديت أستاذ محمد. طيب الآن هذه مظالم موجودة الآن، مظالم كانت من قبل ومن بعد 94 وتراكمت حتى وصلت كرة الثلج فأصبحت مظالم كبيرة جدا. كرة الثلج ملكوا واحد من أبين هذه السلطة، هذا اللي يقولون أنهم قانونيين، من طرف أبين إلى البريقة سلموها له. طيب وهذا الظلم بين ما اعتذروش يا حبيبي من 94 ما اعتذروش أنهم عملوا حاجة في عدن، كلها يعني سمن وعسل، كلها سمن وعسل. الحزب الاشتراكي ما غلطش في حاجة؟ غلط لما شبع واعتذر. واعتذر. طيب هذه المظالم التي هي تراكمت يعني فترات طويلة جدا، نحن بين 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 بدائل، بين أننا أن نتمزق وأن نتشتت وأن البعض يقول خلاص ما في حل إلا التشرذم أو الانفصال. أنا ودي أسألك سؤال بصدق يا سيد محمد، هل الانفصال حل؟ قال الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني أن الانفصال ليس حلا، وأنه إذا حصل أي شيء ستكون في الجنوب حروب جهوية على كل مترين على كل 3 متر وحروب طائفية في الشمال. ومع ذلك عندي تفاؤل أنه العقل بيتحكم، وأنا إذا خفت فلن أخاف إلا على أن في كثير من القوى داخلية وخارجية تريد أن تمزق الجنوب وعينها على مناطق النفط ولن نسمح لهم يشلوها. يعني بصراحة هذا الكلام أنا استشفيته منك 3 مرات وكل التحليلات والقراءات تقول هنالك تواجد إيراني، تواجد سعودي، تواجد قطري، تواجد ألماني، تواجد يقولون حتى النائب السفير الألماني يتكلم عدني أحسن من العدنيين، تواجد من؟
نائب السفير القنصل مدري شو الألماني يتكلم عدني أحسن من بعض العدنيين. وليش هذا عيب؟ لا ما هوش عيب، بس أقول من كثر تواجده في عدن هناك موجود. هذه الأدوار الموجودة بين هذه الدول الموجودة، هل ترى أنت أن هذه اللعب الخارجي؟ يا أخي هذولا عندهم مصالح، وهم الآن لا لهم دخل بالوحدة ولا قلقين على اليمن ولا على الحوار ولا هذولا. يقولوا هذه منطقة حساسة، معظم بترول العالم وغاز وخيرات العالم تأتي من هنا، يا يمنيين ممنوعين تقننوا بهذه الساحة. هم يقولون هكذا، مش انهم جاءوا يعني لشيء آخر، يقولون ممنوعين تعبثوا بهذه المنطقة، انتم مجانين لا تقننوش بهذه المنطقة. يعني هم قلقين على مصالح. فماذا يريدون؟ ما مصالحهم التقت مع مصالحنا نحن في اليمن، علينا أن نحترم مصالحنا ونحترم مصالح الآخرين. وهل يريدون أن ننفصل؟ هم يريدون أن ننفصل؟ الآن ما يريدوا في الانفصال، لأنه مش في صالحهم الانفصال ولا بيأثر على الخليج، ولذلك هم يريدوا المنطقة تبقى مستقرة كما نريدها نحن. والانفصال لن يحصل، لأنه لازم تقع حرب دامية يشرب منها اليمن كله. أسأل الله ما فيش حاجة اسمها انفصال بالعافية، لازم نفهم هذا الكلام. ولن يكون بالقوة إن شاء الله، ولا بيقع بالقوة إن شاء الله. أنا عندي ثقة. أنت عندك ثقة وأرجو ذلك، وأنا والله متفائل بكلامي كذلك. طيب لكن إذا المظالم هذه اللي تقول عليها، واحد من أبين إلى عدن أخذ أراضي، والآخر أخذ المصانع، وآخر أخذ المؤسسات، كيف سترد؟ يعني أقصد أنه إذا كان أنت ترى أنه لا انفصال، وترى وكذلك البعض يقول لا حوار، ما يعنينا، ما يعنينا أنتم الجمهورية العربية اليمنية ولا يدخل في الحوار، تحاوروا مع أنفسكم يا شماليين. إذا كيف ستحل القضايا؟ أنا سمعت جمال بن عمر يقول أن المبادرة جاءت من، يعني في بعض الناس كل حاجة ما تعنيهمش، هذا مشكلة كلها ما كل تعنيهم. حاجة ما تعني إلا تعنيك لما يكون عندك الناس في الشمال والثورة الشبابية تقول هذا الحراك السلمي على راسي، ومع الجنوبيين ماذا يريدوا؟ تقرير مصير. إذا أنت تجي تخسر هذول الناس وين رايح؟ ولذلك أي شخص عنده حق، عنده منطق، عنده قضية، عليه أن يكسب أصدقاء ما يكسبش أعداء. لاحظ. وعندما نقول نحن مطمئنين، طبعا الآن الوضع محتقن يعني في الجنوب، وكل واحد يستيقع زعيم ويجيب الاحتقان فوق الناس، هذا خطأ. الجو الآن لا يسمح بالله، يعني لا يسمح بأنك تسمع الناس، لأن الناس يعني معبئين. يا أخي قد تضاربوا ناس، قد وقعت معارك في الداخل والخارج على الحكومات، مالك أنت؟ يعبئوا الناس غلط، يكذبوا عليهم. باقي يومين، سبعة وآخر يوم، عيب تكذب على شباب مناضلين، عيب يقولوا ما حد يمدح المحتاج، يصبح على الباب جالس. ما تكتب إلى الآن شعب الجنوب لم يتكلم، اللي تكلموا شباب المقهورين، والبقية يشتوا يفرضوا أنفسهم. يعني أنا نقول لهم بطلوا الفرض على أهل الجنوب، لا تفرضوش عليهم الآراء، خلوا أهل الجنوب يقرروا ماذا يريدوا. ما يشتوا في الحوار فليتحاوروا فيما بينهم، يعني جنوبي. لكن حتى هذه قالوا حرام، ويقول لك حوار بين الجمهورية اليمن الديمقراطي، وين هنا هذول الجمهوريتين؟ ما حدهم يعني يشتوا علي سالم البيض وعلي عبد الصالح يتحاوروا، هذه قصة ثانية. يعني هل في فئة صامتة كبيرة؟ مش صامتين. يعني الناس الموقوعين ما يشتي في صايح، يعني الموقوعين من المقهورين عسكريين ومدنيين ما يصيحوا. اللي يصيحوا الشباب اللي يشعر بالغبن، يعني اللي يشعر اللي يقولوا له الماضي السابق اللي كان فيه جانب إيجابي. ترى في تعبئة خاطئة يعني؟ بالنسبة للحراك السلمي هو ما قام في نتيجة تعبئة خاطئة، قام نتيجة قهر وغبن وعنصرية ضد الجنوب. يعني حتى الشوارع سموها أسماء ناس ما حد داري منين جابوها، حتى أنصب حق الشهداء يعني دقوها، حتى المنهج في غبن في الجنوب، في مدارس صغيرة تسمعها، في تغيير هوية. أنا أتفق معك، لكن سؤالي كيف يمكن أن ترد المظالم؟ هناك قانون للعدالة الانتقالية يتضمن هذه الأشياء، والآن سيصدر بعد ما تم سحبه من مجلس النواب، بعد ما غششوا على الرئيس عبد ربه منصور وقدموا له نسخة غلط. والآن ستأتي النسخة الحقيقية؟ النسخة الحقيقية اللي أقرها مجلس الوزراء. في بعض ناس يتزنقلوا من زملائنا في المؤتمر الشعبي، عيب. نحن نريد هذا الحزب يظل كبير إلى السماء من شان يساهم في بناء اليمن، لكنهم لا زالوا يلعبوا، بعضهم يلعبوا هنا وبعضهم يعملوا الفوضى. اللي يعملوا الفوضى هذا اليوم، وأنا تكلمت في قناة اليمن ومسؤول عن كلامي، هم حقهم العناصر اللي تابع للأمن القومي السابق اللي يعملوا الجنان هذا كله. من سيشارك من قوى الحراك في الحوار؟ أنا مش عارف،
شخصيا هذا مكلف فيها الرئيس عبد الرب منصور. انا اعرف ان في قائمتنا في قائمه الحزب الاشتراكي اليمني. اول اقول لك حاجه، نحمد الله عندنا 37 شاب وشابة أغلبيتهم شباب، نحن لا 5 من العجزة فقط، البقية نساء وشباب، ولا واحد مننا يا أخ محمد سارق من 37، ولا واحد حرامي، ولا واحد عنده جنحة جنائية، ولا واحد قاتل، ولا واحد نهب أموال. تشهدوا لأنفسكم؟ ها؟ أيوة نعم. لا أقول هذا الكلام من شان واحد يقول إلا هذاك سارق، هذاك قاتل، هذاك مجرم. شفت كيف؟ عندنا ناس في الصف الأول للحراك السلمي موجودين ومعرفين، فلان ابن فلان ناشط في الحراك السلمي، جاءوا ما يمثلوا في الحراك، وعندنا ناس من مؤسسي. لكن في الحراك هل سيشارك أحد؟ أقول لك في اللجنة يرأسها الرئيس عبد ربه منصور، أنا ما دخلي في هذا الكلام. وفي ناس قد أعلنوا. قراءتك ومعرفتك بالواقع. أنا سمعت أن في ناس قد أعلنوا، يعني إذا كان كلهم يقولوا حراك ف. لطفي شطارة وعبد الله الأصنقي ضمن الحراك السياسي موجودينهم، محمد علي أحمد يعني موجودين. أتوقع أن هؤلاء سيسحبون البساط من تحت. ما فيش حاجة اسمها بساط، من حضر يعني حتى لهم 5 يعني. طيب الذي لن يحضر هذا الحوار تتوقع أنه سيخسر كثيرا؟ أنا أنصح الناس أنهم يحضروا. طبعا أصبحت الآن قضية الحوار يعني كأنها جريمة، يعني كان أول من بعد الحرب وهذه فترة أنت بالحزب الاشتراكي اليمني قالوا بتدخل النار وصدقوا الناس، وذا الحين قدوا يقولوا اللي بيدخل الحوار يعني ثقافة مغلوطة. اللي عنده قناعة يدخل الحوار يكون عنده شجاعة زي ما قلت أنا، يكون قائد يقول أنا سأدخل وأريد الاستقلال حق الجنوب، يكون واضح المسألة حقه. لكن إذا ما يشتوش يدخلوا ما حد يغصب أحد. إذا كان كانوا يقولوا عنكم من يدخل الحزب الاشتراكي سيدخل النار، ومن سيدخل من لبقي الحزب، ومن سيدخل الحوار هذا فسيرتكب جريمة، ويقولون من سيأتي الآن البرنامج، عندي البعض يخوفون لا يأتي البرنامج من مناطق عدن وحضرموت، ربما يقول البعض أن لن يعود إلى دياره. كلمة أخيرة. كيف لن يعود إلى دياره؟ بعضهم ما خايفين يشاركوا عندي. لما؟ ما أدري الله أعلم. إذن لهذا قلت لك إن في قوى قد دخلت داخل الحراك إرهابية والحراك بريء منها. كلمة أخيرة يقولها الأستاذ محمد. كلمة أخيرة، أحيي أبطال الحراك السلمي في الجنوب ومثقفيه وضحايا حرب 94، وأحيي المتقاعدين العسكريين والمدنيين الصامدين الذين لم يستخدموا السلاح ولن يستخدموه، وأحيي أسر شهداء الحراك السلمي وجرحاه، وأقول للذين يعبثون بمجد الحراك السلمي كفوا عن هذا، وأقول بأن الحوار الوطني الشامل سيسير بشكل جيد وممتاز ومبشر، وأحيي صحيفة الأيام بصدور الحكم الذي برأها من الجريمة الجنائية، وأحيي هشام باشراحي إلى قبره وأسرة تحرير صحيفة الأيام. وأنا أحييك على هذا الحضور رئيس دائرة العلاقات الخارجية للحزب الاشتراكي اليمني محمد غالب أحمد، أشكرك على هذا الحضور. أعزائي المشاهدين، كما أشكركم أنتم على حسن المتابعة، وأشكركم على التواصل معي، وأنا أدعو الكل أن يتواصل معي، يوصل فكرة، يوصل مشروع، يوصل هدف، بعيدا عن الكلمات التي فيها تنرفز وما ذلك، وأنا حقيقة أحيي الكل على ذلك. يمكن أن نختلف في الآراء، يمكن أن نختلف في وجهات النظر، يمكن، لكن الذي أنا لا أستوعبه لا يمكن أن تجزأ، عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان يمان الفقه يمان الحكمة يمانية، لا يمكن أن تنقسم هذه الحكمة أو أن تتشتت هذه الحكمة. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ويحفظ علينا هذه البلاد، وأن يعني يقودنا إلى تآخ وإلى تقارب وجهات النظر، وإلى أن يحفظ الله البلاد من كل سوء. ضيفي يوم السبت القادم بإذن الله تعالى في تمام الساعة 10 مساء بإذن الله تعالى الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أمين عام الأمانة العامة المؤتمر الحوار الوطني، صاد عليه مجموعة من المحاور التي أنتم ستشاركوني فيها عبر التويتر أو عبر الفيسبوك باسم محمد العامري. أشكركم على حسن المتابعة، وأشكر فريق العمل لدي هنا في صنعاء، المخرج الأخ عبد الله الحميري، وكذلك الأخوة المصورين والإضاءة والصوت وجميع الأخوة، وكذلك الأخوة في القاهرة الذين نقلوا هذه الحلقة. أجدكم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم يوم السبت الساعة 10 مساء، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.